استهدافات نارية ومدفعية مركزة نفذتها قوات الجيش العربي السوري بالتعاون مع قوات فوج الجولان المرابطة هنا في أحد النقاط المتقدمة المطلة على الطريق الحربي الحرية الحامدية وصولا بطريق الرواضي. هذا الطريق الذي يربط الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة بريفها الشمالي، تمكنت وحدات الجيش العربي السوري متعاونة مع قوات فوج الجولان من قطع هذا الطريق ناريا، والتقدم باتجاه هذا الطريق تمكنوا من قطع الطريق بشكل ناري تماما، وقطعوا بذلك شريان امداد المسلحين وسبلهم في نقل الذخيرة والعتاد للنقاط المتقدمة منهم. التنظيمات الإرهابية المسلحة المتواجدة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة قامت بحشد عدد من المسلحين والذخائر لشن الهجوم على مدينة البعث وخان أرنبة، ولكن ضربات الجيش العربي السوري المركزة في عمق التنظيمات الإرهابية المسلحة والوحدات المتقدمة لفوج الجولان التي قطعت هذا الطريق تمكنت من شل حركة التنظيمات بشكل تام، مكبدة إياهم العديد من الخسائر. كان منها تريكس يقوم بعمليات التدشيم وتحصين الطريق الحربي لمنع وضوح الرؤية أمام رجال الجيش العربي السوري والقوات فوج الجولان. تقوم المجموعات المسلحة بحشد أعداد كبيرة من أجل الهجوم على مدينة البعث، وطبعا بتهدف المعركة لتأمين الشريط الحدودي لإسرائيل. قوات استطلاع بالجيش العربي السوري فوج الجولان قامت برصد تحركات العدو والتعامل معه بالأسلحة المناسبة. قمنا بتدمير مقرات بقرية الحميدية بصواريخ ثقيلة جدا. استهدفنا سيارتين بصواريخ موجهة وسيارة محملة برشاشات، وإصابات كانت محققة ومباشرة. تحركات التنظيمات الإرهابية المسلحة لم تلقى سوى مزيدا من الفشل على أيدي رجال الوطن، مزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد، مزيد من القتلى وجثث تتراكم فوق بعضها في مناطق تواجد التنظيمات الإرهابية المسلحة، فضلا عن فصل ريف المحافظة الجنوبي عن ريفها الشمالي. كان معكم الإخبارية السورية علي الأحمد، ريف القنيطرة.